والزوجة التي يقع عليها الطلاق هل لابد فيها من شروط؟ التي يقع عليها الطلاق لابد أن تكون محلا له، وذلك في الصور الآتية: الأولى إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، الثانية إذا كانت معتدة من طلاق رجعي وما زالت في العدة، الثالثة إذا كانت معتدة من فرقة اعتبرت فسخا كالفرقة بردة الزوجة. ومن هنا لا يقع الطلاق على امرأة ليست في عصمة زوجها لحديث لا طلاق فيما لا يملك، ولا على المرأة المطلقة قبل الدخول فهي بائن ولا عدة عليها، وكذلك المطلقة رجعيا وانتهت عدتها، أو كان طلاقها بائنا بينونة كبرى فليس لطلاقه لها معنى، والله أعلم.